مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسماء محمود، استشاري عقاري من شركة نيو ستارت للاستشارات العقارية. كنت جاية النهاردة اكلمكم عن مشروع بادية التابع لشركة بالم هيلز، وازاي بالم هيلز قدرت تحقق كل احتياجات عملائها في الكومباوند المتكامل ده. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. تعالوا بقى نتكلم عن اصلا شركة بالم هيلز. مين هي شركة بالم هيلز؟ هي تابعة لرجل الاعمال المعروف هو ياسين منصور، وده من اكبر 5 رجال اعمال عامة موجودين في مصر. الشركة دي حققت انجازات على مدار ال20 سنة اللي فاتوا، طورت حوالي 3800 فدان من قطع الاراضي اللي موجودة. عملت اكتر من مشروعات، عملت في اكتوبر وعملت في التجمع، وكمان حققت نجاحات في السخنة وفي الساحل. تعالوا بقى نتكلم عن المشروع الجديد بتاعها اللي هو بادية، ونتكلم ازاي قدرت ان هي تعمل مشروع متكامل. نيجي بقى نتكلم عن اللوكيشن، وازاي اللوكيشن ده من اميز اللوكيشن اللي اختارتها بالم هيلز في قطعه الارض دي، وازاي باديه قدرت تجمع بين الشرق والغرب وبين القديم والجديد. دلوقتي باديه اخر قطعه ارض في 6 اكتوبر القديمه قبل 6 اكتوبر الجديده على طريق الواحات، فحضرتك قريب حوالي تلت ساعه بالظبط من بنتكلم من حدائق اكتوبر، وحوالي نص ساعه من ميدان الرمايه ومن طريق الواحات. نيجي بقى نتكلم عن شكل المشروع بتاعنا عامل ازاي. المشروع بتاعنا اصلا 3000 فدان، تمام، مكون من ابارتمنت وتاون وتوين وستاند الون فيلا. ان احنا كمان عندنا الابارتمنت ارضي و5 ادوار، ما عندناش حاجه اسمها بينت هاوس. ليه؟ لان احنا اصلا الكومباوند بتاعنا عباره عن سمارت هوم، فاحنا عاملين البينت هاوس بتاعنا كله عباره عن الواح طاقه شمسيه عشان نقدر ان احنا نطور من السمارت فيليج بتاعنا الجديد. طيب عندنا كمان ان احنا شراكه مع شركه اسمها اي بي ام، دي اكبر شركه كمبيوتر سيستم في العالم، دي اللي عامله لنا البنيه التحتيه بتاعت المشروع بتاعنا، وده يدي الكومباوند بتاعنا قوة من القوة الكبيرة جدا ان احنا قدرنا نجمع بين حاجة اسمها سمارت هوم، ان احنا كل اليونتس بتاعتنا هتكون متشطبة، غير كده ما عدا التاون والتوين والستاند الون طبعا، بس الابارتمنت بتاعتنا متشطبة بسمارت هوم. بمعنى ايه سمارت هوم؟ ان احنا عندنا كل حاجة بالريموت كنترول، عندنا الستاير بتشتغل بالريموت كنترول، عندنا واي فاي في الطرق، عندنا كمان بندخل اليونت بتاعتنا في سبرنت. نيجي بقى نتكلم عن الكومباوند بتاعنا، وازاي ان احنا قدرنا نحقق كل احتياجات العملاء، سواء هي العملاء بتاعتنا اصلا بتاع بالم هيلز او العميل اللي جاي جديد يشتري معانا. ان احنا اصلا حققنا كل حاجه العميل ممكن يقدر يحتاجها، ومش محتاج ان هو يخرج بره المدينه الذكيه بتاعتنا، وهي ان احنا عملنا 2 مدرسه انترناشونال جوه الكومباوند، وكمان عملنا جامعات انترناشونال، غير كل ده عملنا 2 نادي رياضي عشان نخف كمان الكباستي اللي جوه الكومباوند بتاعنا. غير كده عملنا كمان مستشفى هيكون فيها جميع التخصصات اللي محتاجها اي عميل، وكمان لو هو دكتور يقدر ان هو يكون جوه المستشفى بتاعتنا. عملنا كمان كوميرشال اريا هيكون فيها سينمات، وهيكون فيها مول تجاري، وهيكون فيها اكتر من حاجه، غير الجوكينج اريا، غير التراكات بتاعه الجري، غير الووتر فيوتشر متوزعه على المشروع بالكامل، كمان عندنا حديقه على 600 متر متوزعه على المشروع بالكامل، غير مساحات الخضره طبعا اللي احنا كل يونت عندنا واخده نسبه كويسه جدا من المساحات الخضره اللي موجوده في الكومباوند. غير كمان ان احنا عندنا مكاتب اداريه، لو العميل ان هو حابب يكون جوه الكومباوند والمكتب بتاعه يكون جوه الكومباوند فده يكون افضل ليه، غير المناطق الكيدز اريا بالميديتيشن باليوجا باماكن البينتنج اللي ممكن ان احنا نقدر يعني نخلي اطفال حضرتك يتطوروا في ازاي ان هم يعملوا اكتر من حاجه اكتر من اكتيفيتي جوه الكومباوند. غير كل ده ان احنا عندنا اوتيلات 5 ستارز و7 ستارز، دي هتكون موجوده عندنا اصلا جوه المدينه، فده هيكون مدينه متكامله، حضرتك مش محتاج تخرج بره المدينه بتاعتنا السمارت فيليج. نيجي بقى نتكلم عن اخر حاجه بالم هيلز قدرت تحققها لنا في الكومباوند بتاعتنا، وهي المساحات اللي بتستارت معانا من اول الوان بيدروم بتوصل معانا لحد الستاند الون فيلا، باسعار كمان وهميه بتبدا معانا من اول 1.5 مليون بتوصل معانا لحد ستاند الون فيلا، بنتكلم في اراوند 5900، فدي اصلا يعني بنتكلم في بادجت اساسا مش موجوده في الماركت اللي موجود حوالينا كله، في سواء في زايد او في اكتوبر. طيب كمان ان هي قدرت توفر لنا بيمنت بلان طويله المدى على 10 سنين بزيرو مقدم، بس بتتعاقد معاهم باول قسط ليهم، وغير كده ان عندنا كمان بيمنت بلان على 2.5% وقسطك بتبقى على 12 سنه.
ودلوقتي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت أوفي كل التفاصيل اللي موجودة جوه المدينة الذكية بتاعتنا. كمان محتاجين تفاصيل أكتر ممكن نتواصل على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي. أنا أسماء محمود كنت معاكم، وميرسي جدا لحضراتكم.